خلينا نعمل عليهم الثقب الاسود عشان ما يقربوا علينا. ايوه ان شاء الله يفيد، ان شاء الله يفيد. ايوه 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 والله سويتها بوقتها، سويتها بوقتها. السلام عليكم حبايب الشباب، معكم شركية وشركة كي، واليوم جايبكم فيديو جديد. طبعا شباب اليوم راح نلعب مع بعض ايباكس ليجند. نزل السيزن او الموسم السابع باللعبة، وهذا افضل موسم بتاريخ ايباكس ليجند حرفيا. الموسم السابع اسمه اسنشن، نزل معاه ماب جديد باسم اولمبس مثل ما شايفينه قدامكم حاليا. الماب جدا جميل، الماب عبارة عن مدينة متطورة فوق الغيوم، شكل الماب جدا جميل مثل ما شايفينه قدامكم. ونزلت شخصية جديدة باسم هورايزن، هالشخصية تتحكم بالجاذبية والسوبر فيها عبارة عن بلاك هول او ثقب اسود، راح نلعب فيها بهالفيديو. ولاول مرة بتاريخ اللعبة صار حاليا في مركبات فينك تسوقها انت والسكواد حقك، وكمان لاول مرة صار حاليا في ميزة الكلابس او الكلانات، صار في كلانات جوا اللعبة فينك تسوي كلان وتدخل فيه اصحابك، وكل ما تلعبوا اكثر راح تلفلوا للكلان اكثر واكثر. صار حاليا في ايفنتات جديدة خاصة بالموسم السابع، وطبعا في باتل باس جديد فيه فوق ال 100 ايتم من سكنات الوان اسلحه وايموتس جديده. واذا كنت تلعب اللعبه راح تعرف انه بنص الموسم السادس صار في كروس بلاي، يعني بلاي ستيشن يلعب مع اكس بوكس يلعب مع بي سي، فالكروس بلاي مستمر حاليا. وكمان اذا كنت لاعب بي سي حاليا اللعبه موجوده على ستيم، هي كانت موجوده فقط على اوريجن الخاص باي اي، حاليا نقلوها على ستيم، وكل ليفلك وكل شيء نطلعه راح ينتقل معك على ستيم. وقبل لا نبدا بسحب انوه انه اللعبه مجانيه ببلاش وما تحتاج اشتراك بلاي ستيشن بلس او غيره عشان تلعبها. فإذا بدك تحمل لعبة على البلاي ستيشن، اكس بوكس او البي سي، شيك اول لينك موجود بالوصف او شيك اللينك اللي موجود بالتعليق المثبت. وكمان حاب انوه اذا انت لاعب للعبة اصلا ففي جيف اواي على كوينز جوا اللعبة، كل عليك تسويه عشان تشترك بالجيف اواي ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي تعليق في وسيلة التواصل فيه معاك. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، نحن حاليا باللعبه. شخصيه ميراج اللي شايفينه قدامكم حاليا هو المين تبعي، هو الشخصيه الاساسيه واللي دائما العب فيه. عندي تقريبا 1000 كل او ذبحه، بس حاليا راح نغيره، راح نلعب الشخصيه الجديده هورايزن، نشوف خصائصها مع بعض. وجبت لها هالسكن، عندي سكنات الباتل باس بس هالسكن هيك ازرق وثقب اسود شكله احلى. ف خلينا ندخل. طبعا انتم شايفين في ماب جديد حاليا، ندخل لوز ولا ثلاث اشخاص افضل. لا 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 تاخذ شخصيه، لا تاخذ شخصيه، لا 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 تكفى، لا تكفى تكفى تكفى. كيف اطلع؟ اوكي كويس، هالمره اقدر اختار هورايزن على راحتي. اوكي شكلي اخذت شخصيه خوينا، لانه طلع كان يبي ياخذها، كان يبي ياخذها. ان شاء الله ما يطلع، ان شاء الله ما يطلع من الجيم ويخرب. الله شوفوا الماب، الماب خرافي والله، من احلى مابات الباتل رويال اللي اشوفها شكليا. فوق الغيوم، طلع فوق الغيوم، نحن مدينة كلها طايرة فوق الغيوم وكلها اخضار. وشو هالشيء الازرق اللي هناك؟ شكله ثقب اسود نفس خاصية شخصيتي. اوكي اوكي خلاص يكفي امدح الماب لان نزلنا على العراق. اوكي اسلحة سلاح سلاح، المكان اللي احنا فيه ما في زحمة، خلني اغير. شو الابواب؟ شو اللي قاعد يصير؟ اقدر ادخل هنا؟ خلني الوت اول. خلنا نشوف فينا ندخل هون ولا لا. هو هي وين رحت؟ الو اوكي، هالتليبوتر شوفوا انا وين واصحابي وين؟ التليبوتر وداني كل هالمنطقة. طب اقدر ارجع لهم؟ خليني الوت واشوف. الله سبيت فاير، سبيت فاير ما زال من افضل الخلاطات بهاللعبة، سلاح ثابت ويرش. طب خليني اشوف اقدر ارجع لعند اصحابي. اوكي اقدر. والله حلو فكرة التليبوتر بس يطول، مو والله التليبوتر اللي سريع، لا تشوف الرحلة كلها وانت قاعد تروح. هي فكرت علق الماب باللون الاسود. طيب انا خاصيات الشخصيه اللي عندي، الخاصيه الصغيره حسب ما فهمت انه تخليني اطير لفوق. هو نايس، اقدر اطلع فوق واقعد اطخ بكل راحتي. طيب لو طحت، لا اللعبه ما اظن فيها فول دامج على حسب ما اتذكر، ما في فول دامج صح؟ ما في. اوه ما في، كويس. وعندي السوبر، السوبر حسب ما قرات اللي هو ثقب اسود ارميه ويجمع اللاعبين العدو بس ما يذبحهم، يجمعهم. فيعني
اظن المفروض لازم نستعمله بذكاء. خلنا اروح لعند اصحابي. طلع الحين اقدر اطلع بكل سهوله بس كذا. يا هلا والله. اوكي في اعداء هنا، خليني اسوي كذا ومن فوق اصيدهم. وينهم؟ لا والله طلع عليت زياده على اللزوم انا هالمره. اوه والله اوه. حرام 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 حرام. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. لا لا ما بيموت ما بيموت. لا لا كفو والله كفو والله. اتس ري انت 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 رجاله وشكلك بنت الزبده وحش. ايوه 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 فن فن فنش يا كلب. ايوه كفو رجاجيل. طب ريفايف يا عيال رضايا. قاعد امدحكم تلوتوا تخلوني ميت. ايوه اوكي. هالشوت جن رهيب والسكن اللي عليه رهيب. سامع سامع صوت ناس. خليني احط العاصفة حقتي واشوفهم. هذا هو. خلي 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 لي خلي لي. انا فش انا فش انا فش. ايوه ايوه فنشته. لا 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 قاعد يطلقوا علينا. هو التفنيش بهاللعبه رهيب بس المشكله يموتك. وقاعدين يطلقوا على خويه. وينه وينه بس. ابي استعمل الثقب الاسود حقي. اوه العاصفه. رميت الثقب الاسود. دخلتهم على الثقب الاسود بس ما ادري شو قاعد يصير. اوكي انا 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 ما لي علاقه فيكم انتم تقاتلوا. اذا فريقي ذبحهم فانا الي الي الدور. العاصفه العاصفه العاصفه. لا 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 هو هو. لا تشوفني لا تشوفني لا تشوفني لا تشوفني لا تشوفني. والله ما شافني الحمار. هو والله كيف ما شافني ما ادري بس كفو. اوكي نعيش خوينا. خلني الوته قبل. اظن ما راح يزعل لو لوته صح. ما هيزعل. اوكي خوينا رجع خوينا الثاني. ترى انا قاعد العب مع ناس عشوائيين اظن عرفتوا للحين بس يعني قاعد العب مع ناس عشوائيين وشكلهم لاعبين لانه باقي 6 سكوادات وممكن نفوز. تخيلوا افوز اول جيم لي في الماب الجديد بشخصيه جديده. اوكي شباب مثل ما شايفين لوتي خرافي. عندي هالسلاح جدا احبه وهالشوت جن الرهيب وعندي امو وشيلد وكل شيء. فيعني لو مت حاليا المشكله في لعبي. الاكسنت حق شخصيتي مزعج. هو الاكسنت اللي اظن ايرلندي تبع واتس اب ميت. واتس جوين اون ميت. يو وانت اونلي تو مور سكواد. اوه باقي سكوادين والله يمكن افوز. طب بس يعني راح يكون فوز وانا ما سويت شيء. اوكي اوكي على اخر ضربه لازم اسوي السوبر تبعي واطير بالهواء واسوي فيلم اكشن. اذا ما سويت هالشيء بدخل جيم ثاني. كير باكج. سمعت انه ال اوه قاعد يطلقوا علينا يطلقوا علينا يطلقوا علينا. عبي شيلد عبي شيلد. اقدر اني اطيرهم صح؟ خلني اشوف. لو رميتها عليهم جت ما جت عليهم للاسف. خلني انا اطير.
استعمل الثقب الاسود ولا مو محل ما اظن وقتها حاليا. اوه لا لا جاب علينا اير سترايك. طير 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 طير. لا خوينا مات. خليني ارمي عليهم الثقب الاسود عشان ما يقربوا علينا. ايوه ان شاء الله يفيد ان شاء الله يفيد. ايوه 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 والله سويتها بوقتها سويتها بوقتها. بس مع السلامة باي. بيدرموا علينا. هي 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 افتحوا لي الباب يا عيال يا عيال. ما قاعد اشوف شيء. القم القم. القم. لازم اعبي الشيلد لازم اعبي الشيلد. لا انا اخر واحد. انا اخر واحد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حط حط العاصفة حط العاصفة. مات مات. باقي علي واحد باقي علي واحد باقي علي واحد. عندي طلقتين. مات مات. بس باقي واحد عيش واحد. لا 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 ما عندي ما عندي الا بوكسات. حرام حرام يا الله يا حرام. قهر قهر. كنت بشيله والله كنت بشيله بس ما عندي امو. حرام والله. اعتبر حالي فايز اعتبر حالي فايز خلاص صراحة اعتبر حالي فايز. اوكي شباب حاليا دخلت جيم ثاني. صراحة الجيم الاول كنت ابي انهي بس جدا انقهرت فابي اردها. يا اردها بفوز يا اردها اني اذبح لي كم واحد واستعمل خاصية على راحتي بهالجيم. هلا 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 هلا. عربي؟ ايه عربي. اهلا. الحمد لله مو فلبيني والله. ليش شوفي هون فلبينيين؟ انت كنت بشارك ده واحد كليك بيت. كيف؟ يا اخي احسك كليك بيت. حرام عليك. شلونك؟ والله تمام. اهلا اهلا. يلا نبي هالجيم وين عشان احطها على اليوتيوب. اوكي عندي ناس عندي ناس عندي ناس. اوكي برمي عليهم الثقب الاسود. بيسحب حد منهم ولا لا؟ والله الثقب الاسود ثقب نفسه بس. ذبحته ذبحته ما عليك. قوم 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 قوم. ذبحته ثاني. خلني اعبي شيلد. ذبحتهم. ايوه ايوه. تعال قوم قوم قوم. عاد انا ساحب على اللعبه صار لي شهر وقاعد اكريكم. ارمي عليهم الثقب الاسود. والله الايم يصيح بالزاويه بس كويس ذبحته. لا 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 حرام. هالمره انا كنت لعيب بس السكواد اللي معي كان نوب. ما حد يفيد الجم ماستر. كل شيء عم نحول الجم ماستر بين بعض.
اوه خوينا تحول كارت باكج او مو كارت باكج هاي لما يموت ديث باكج او ديث بوكس. داخل الماب جدا حلو تحسه هيك فيلا خمس نجوم كأنه نزلنا اكثر مكان زحمة في العالم. هاد مع السلامة باي. صاحبي قاعد يموت جايك بالثقب الاسود يا وحش ثقب اسود اسحب ايوه اسحب ابوه تعال تعال ايوه انا بخدر انا بخدر انا بخدر لا ثقب الاسود لا 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 يا الله ما ياخذ شيء انا انا بسرعه بسرعه شيل يا الله اخذه كنت اخذته لولا ما الثقب قاعد يسحبني بس قاعد يسحب اخوياي كمان. لا 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 يا الله. اوكي شباب هذا الجيم الاخير خلاص ما قلت لكم الجيم الاول اعتبر فوز فبنشوف شو بيطلع معنا اكشن هالجيم. ابي اشوف شو راح يصير لو دخلت جوا هالكره خليني اقرب منها. اظن اظن مجرد توقع لسه ما دخلت لها ولا مره بس اظن راح يكون فيها انعدام جاذبية. اوه دخلت فيها اوكي ما في شيء بس فيها الكرة ما ادري شو تسوي. نروح عليها ولا حاس راح اموت؟ يلا نروح شكلها جدا رهيب صراحة. هاي هاي يا اخوان يا اخوان اوكي اوه اوكي عبارة عن فتحة تليبوتر عادية بس شكلها جدا رهيب ارهب من الفتحات الثانية. اوه عندي ناس وانا لوحدي. بحاول اصيده. ثقب اسود روح. والله حاولت حاولت كنت بذبح هذا لولا ما نشب خويهم الثالث. قهر قهر. فاي شباب هذا الفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك واشتركوا بالجيف اوي. كل عليكم تسووه اترك تعليق اسفل الفيديو مع وسيله التواصل وراح اختار الفائزين خلال اسبوع ان شاء الله. وبس كان معكم شركيه وشركه كيشكم دي هات تاني ان شاء الله. مع السلامه.